هنشرح برنامج جيمو لادر اديتور فيرجن 1.1. اول ما نفتح البرنامج بنلاقي الواجهه بتاعته بتركي، بنحولها انجليزي. البرنامج واجهته سهله وبسيطه، بتتكون من 5 اعمده اللي بتحط فيهم الكونتاكتس، والعمود الاخير اللي بتحط فيه الكويلز. ده رقم سطور، في فوق 2 بوتونز، واحد للسيميليشن لو في حالة ان انا عندي البرنامج وخلصته بعمل سيميليت عشان اجرب، او برجع لوضع التحرير او الاديتور. القوائم اللي فوق عندي فايل وسيتنجز وديجرام ولانجوج وداتا ترانسفير. هنبدأ بقائمة سيتنجز، فيها ديسكريت انبوتس، ديسكريت اوتبوتس، اوكسيلري ريليز، تايمرز، كاونترز، LCD، منيو ديزاين. لو بدأنا بأول ما في القائمة اللي هو الديسكريت انبوتس، هتفتح لنا ويندو. الويندو دي المفروض انها بتاعة النوتس بتاعة الانبوتس، بكتب فيها النوتس بتاعتي. بتنقسم لجزئين، جزء من النوتس دي او من الكومنتس بتظهر على السايمبل نفسه في قلب البرنامج بتاعي اللي هو بيبقى هنا في الخانه دي، وجزء الكومنتس اللي انا بشرح فيها بالتفصيل اكتر، وبقدر ما عنديش ليميتيشن للحروف. لكن هنا في وضع اللادر كومنت اللي هو بيبقى ظاهر على اللادر نفسه، بيبقى في عندي ليميتيشن زي ما احنا شايفين، بيبقى في ليميتيشن. لو جينا قلنا على انبوت واحد، نمبر انبوت رقم واحد، قلنا مثلا ان ده ليفل سنسور، وانبوت رقم اثنين سميناه تمبريتشر سنسور، وانبوت رقم ثلاثه ده بقى ايه؟ ليميت سويتش. انا هنا عندي اللادر كومنت، ممكن اقول له اظهرها او ما تظهرهاش، من يس او نو. دبل كليك بتقدر تغير الستيتس. ممكن اشرح هنا في الانبوت، اشرح تفصيل ده تمبريتشر فور تانك 1 ليميت فور تانك 2. بقدر اجي هنا في اللوحه بتاعتي او في واجهه البرنامج. انا بعتبر ان البرنامج ده عباره عن لوحه كهرباء. باجي هنا برايت كليك على اي كونتاكت واقول له انبوت رقم واحد، بيظهر لي اللادر كومنت على انبوت رقم واحد. انبوت رقم اثنين بيظهر لي اللادر كومنت على انبوت رقم اثنين وثلاثة. بالنسبة للاوتبوتس نفس التفاصيل. ممكن اقول الاوتبوت ده هو البام، ممكن اقول ده موتور 1، ممكن اقول ده ان هو دور 2. لو عايز اشرح هنا ممكن اقدر اكتب كل الشرح اللي عايزه. انا لو جيت هنا قلت له على الاوتبوتس، هلاقي ان كيو 1 عملت مكتوب جنبها بام، وكيو 2 مكتوب جنبها موتور، وكيو 3 مكتوب جنبها دور. طبعا اللادر كومنت بيسهل بعد كده ان انا احلل البرنامج واقدر اتريس اي مشكله فيه بدون ما اتلخبط واقع في مشاكل. ده الكيو ده او الكيو ده زي الكيو 1 وكيو 2 وكيو 3، هل ايه الفرق ما بينهم؟ لكن لو كتبت اللادر كومنت بيسهل عليا كتير. نفس القصة في اوكسيلري ريليز، بقدر اكتب على الريليهات المساعدة تفاصيلها، بقدر اكتب اي حاجة فور بام فور لايتس. طول ما انا بستخدم الريليهات المساعدة يفضل ان انت تسميها
عشان ما تتلخبطش، لان انت هتستخدمها كتير. ريلاية المساعدة بتحطها في الكويل، لو حطيتها في الكويل بتظهر، لو حطيتها في الكونتاكت بتظهر، لو حطيتها في الكويل بتظهر. اللايزر كومنت بتاعتها نفس التفاصيل، ممكن تبان في الاوتبوت. لو خدت ريشة من كيو واحد بتظهر لي انها بامب هنا وبامب هنا، ان دي ريشة من كيو واحد. بالنسبة للتايمرز احنا هنخش، ده المفروض الويندو بتاعت التايمر برامترز. هنشرح على الاقل تايمرين. هي الواجهة بسيطة جدا، المفروض ان في عندي 16 تايمر في الويندو دي من 1 لغاية 16. في فانكشن دبل كليك على الفانكشن، بيبقى عندي انواع كتير من التايمرات: اون ديلي، اوف ديلي، فلاشنج تايمر وستارت، بلس ديلي، اوف وريست، وعندي بعد كده تي اي وتي بي ويونت. التي اي ده في حالة ان انا عندي تايمر ليه زمن واحد، والتي بي في حالة ان انا عندي تايمر ليه زمنين زي الفلاشنج تايمر، ليه تايم اوف وتايم اون، لكن الاون ديلي هو تايم واحد. طبعا الجراف تحت بيبين ويوضح وهنشرحه دلوقتي. بالنسبه لليونت احنا عندنا بنستخدم البيز يونت يا سكندز. السكندز هنا 1/100 من السكند، وهنا السكندز ممكن تبقى 1/10 من السكند، وهنا مينت وسكندز، وهنا اورز ومينتس. وطبعا اللادر كومنت معروف ان ده تايمر، تايمر فور بامب 1، وهو بيتحول ان هو بيظهر على طول. الدوج بتتحول يس مجرد ما ادوس انتر. ممكن اقدر اكتب تفاصيل اكتر عن التايمر اللي انا مشغله. لو جينا شرحنا الجراف بتاع الاون ديلي تايمر هنلاقي مكتوب هنا شرح عن التايمر، بيقول ان تي اكس بيكمز اون after start input is on. هنا عندي ال STX هي اشارة بدء التايمر، وال TX هي التايمر نفسه او الوقت الزمني. لما بندوس، لما بيجي لك input على التايمر، اول ما بيجي input بيبتدي العد، ال TA بتتحقق، التايمر بيبقى on بمجرد ما التايم يخلص عد، التايم ينتهي وبيفضل اون حتى تزول إشارة البدء، وبينتهي عمل التايمر في هذا الوقت.